منتجات الشركه من الزيوت، بننتج سمنه، سمنه بانواع بعبواتها المختلفه، بصفايح من 14 كيلو 11 كيلو 7 كيلو 5 كيلو 2 كيلو كيلو ونص لكيلو 700 جرام نص كيلو 500 جرام، كل ده منتجات الشركه من السمنه النباتيه. عايزين كلام احتياط الاستراتيجي من الزيت، نطمن المواطنين على احتياط الاستراتيجي وتوفر السلع في السوق. احتياط الاستراتيجي ان برضه كان الفضل يرجع لمعالي وزير التعليمات لعلي الوزير مع هيئه السلع التموينيه بشراء كميه زيت، بقى اشترينا كميه زيت تكفينا لغايه شهر 6، احنا في شهر 1 عندنا كميه زيت تكفي لغايه شهر 6 اللي جاي. فباذن الله الرصيد موجود، وعملنا حساب كميه رمضان، يعني استهلاكنا من رمضان احنا اشترينا مليون علبه سمنه، مليون علبه سمنه 700 من كيلو ب 700 مللي، بالاضافه كمان 500 الف برطمان من اللي هو برضه من كيلو 750 500، ده كله موجود بحيث استعدادا لرمضان اللي جاي، بالاضافه لعبوات مختلفه من الزيوت. يعني احنا عندنا 5 لتر 3 لتر 2.7 1.8 لتر 900 مللي 800 مللي 700 مللي 600 مللي 500 مللي، كل على حسب كل واحد ما بيحتاجه، وفي الاسعار بتختلف، الاسعار بتكون اقل من السعر الخارجي 5 6 جنيه في العبوه الواحده، فده احنا موجود مش اقل من 30% من المنتج. خطه تطوير الشركه خطوط الانتاج بعد انشاء مجمع الصناعات الزيوت، بعد انشاء مصمم مجمع الصناعات، هو احنا هنا في كان تعليمات ان شركه طنطا تفضل ممثله في شركه في مصنع طنطا، فاحنا في الخطه كان متفق مع معالي الرئيس اللي هو الرئيس انا اللي هو الست اللي هو احمد حسنين، فتوجيهاته ان احنا هنعمل خط استخلاص لزيت الزيتون هنا هيكون عندنا، وفي خط عبوه ميه ثانيه ماشي مع استمرار العبوه الحين تشغيل المجمع. التكلفه الاستثماريه يا فندم للتطبيق دي حوالي عن 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه دي في الموازنه الجديده ان شاء الله. الموازنه الجديده ان شاء الله 22 23 23 24 ده اللي احنا عملناه. طب احنا عايزين نتكلم عن خطه تطوير شركات الزيوت طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، احنا وصلنا فين من احنا دلوقتي؟ هو اللي انا اعرفه ان احنا كنت في لجنه اللي كان فيه جبنا شركه القبضه طرحت مناقصه للشركات اللي هي بتاعه التطوير، فكان بيسك على شركه فيديو هو، فعملنا تطور اللي هي ان احنا عملنا اللي هي مصانع في برج العرب، مصنع في برج العرب هيكون شغل 800 طن يوم.